أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو العرب، استوديو العرب لكل العرب. النهاردة معانا الحقيقة فقرتنا النهاردة المهندس علي شاهين. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بك يا أستاذ مبروك، وأهلا بكل المتابعين اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. الحقيقة المهندس علي شاهين مش غريب علينا، الحقيقة هو يوتيوبر كبير الحقيقة ما متواجد، وفي نفس الوقت هو خبير علم البرمجة، البرمجة بكل ما تحمل من معاني. في حياتنا كلها بقت البرمجة موجودة، ولا يا باشمهندس؟ طبعا ده مجال البرمجة دلوقتي خلاص بقى داخل في كل تفاصيل حياتنا. يمكن في ناس ما يكونوش واخدين بالهم من حاجة زي كده، لكن يمكن احنا بنحتك بالبرمجة يوميا يعتبر يعني. فمن الحاجات الضرورية ان احنا نبقى فاهمين الموضوع ده ايه حكايته. ايه هي البرمجة يا باشمهندس؟ يعني في تعريف مبسط كده للمشاهد العادي وليس المتخصص في الموضوع، ايه هي البرمجة؟ كلام جميل. هي البرمجة فكرة ان انا بحاكي عملية بتتكرر، يعني زي مثلا انا عندي حاجة بتتكرر، فانا بدل ما انا هكررها هعمل مثلا برنامج هو يعملها لي لوحده. اللي هي فكرة ان احنا ما نبقاش بنعمل كل حاجة بايدينا، يبقى عندنا في حاجات بتساعدنا زي الموبايل ابليكيشنز اللي موجودة عندنا على السمارت فونز بتاعتنا، زي مثلا المواقع اللي بتقدم لنا خدمات زي سوق دوت كوم مثلا، زي اوبر. فهي البرمجة بتتجسد في يا اما عملية مكررة يا اما خدمة بتتقدم للناس عن طريق الكمبيوتر او السمارت فون اللي معانا. جميل، ده شيء جميل جدا. طب كيفية دخول علم البرمجة؟ احنا نقدر نقول المواطن العادي او المثقف او المتعلم محتاج شهادة محددة، او محتاج ان هو يكون خريج حاسبات ومعلومات او نظم ومعلومات او خريج كلية تجارة، ولا ممكن حد بسيط او ما كملش تعليمه او وات ايفر بقى معاه اي بكالوريوس او ليسانس، هل كل الفئات تقدر تخش مجال البرمجة؟ حلو، كلام جميل. خلينا يعني ايه اخد الموضوع معاك واحده واحده. اول حاجه، البرمجه دلوقتي في العالم بتصنف من افضل المجالات اللي موجوده على مستوى العالم تماما، لان خلاص حياتنا اللي جايه كلها بقت تكنولوجي. يعني احنا خلاص حياتنا اللي جايه ما فيش واحد فينا معهوش سمارت فون، ما فيش واحد فينا معهوش جهاز مثلا في البيت. الولاد الصغيرين دلوقتي انت ما بقتش تقدر عليهم خلاص، يعني انت بقيت دلوقتي الولد الصغير بيعرف يلعب على سمارت فون احسن منك واحسن احنا مني. بنشوف 4 سنين و5 سنين الحقيقه، بالظبط وبشكل بروفيشنال عالي جدا الموبايل بال5 6 ساعات. بالظبط فازاي نحن نوظف بقى حته البرمجه ان هو نخلي النشء الطالع الصغير ان هو نستغل المهارات اللي فيه التكنولوجيا ديت، ان هو نقدر نستغل فيه نقطه البرمجه بشكل ايجابي وليس سلبي، بالظبط. نقدر نعمل ايه؟ هو طبعا اول حاجه البرمجه بقت ضروريه ان كل واحد فينا يتعلمها زي ما قلت لك، لان المجال مهم جدا وعمال يتطور قوي، أكيد وحياتنا اللي جايه كلها بقت تكنولوجي، فكل الناس تقدر تتعلم برمجه. يعني انا عايز اقول لك، هم اصلا في مثلا في الدول الاوروبيه وفي امريكا بيعلموا البرمجه من سن ابتدائي، يعني بيبتدوا يعلموا حاجات بسيطة للأطفال من ابتدائي، ويفضلوا ياخدوهم واحدة واحدة لحد ما بيوصل الطالب مثلا. يعني الفيسبوك ده كان مشروع تخرج الناس اللي عملوه، يعني ما بالضبط. كانش مثلا كان ما كانتش شركة يعني، وما كانتش حاجة كبيرة. فالطلبة دلوقتي في كل دول العالم الصغيرين بيتعلموا برمجة، فكل حد فينا محتاج ان هو يعلم ولاده البرمجة. يعلمهم ايه بقى؟ تمام، يعلمهم مثلا يعملوا صفحات مثلا على الويب، يعملوا مثلا مواقع صغيره، حتى لو كان الموقع ده مثلا بيحط فيه صورته مثلا وشويه بيانات عنه، بيحط فيه صورته هو واخواته. يعني البرمجه خلينا ناخدها زي احنا جيم. بنعود الطفل او بنعود الشاب الصغير او النشء الصغير ازاي يستفيد من التكنولوجيا، بالظبط بالظبط كده، بالظبط ازاي ان هو يدير منظومة الكترونية بشكل سليم من خلال توجهات ورعاية الاسرة على الموضوع. طبعا اكيد لازم لو صغير، طفل صغير او ولد صغير او بنت وات ايفر، بيبقى في كونتاكت مع الاسره او في من خلال الوالد او من خلال الاسره بيقدر ان هو يتعامل بشكل او باخر مع الطفل، بيشوفه هو بيتعامل ازاي مع التكنولوجيا اللي قدامه. احنا انت كمان بتتكلم كمان يا باشمهندس ان انت بتقول ممكن كمان ينشئ موقع الكتروني او ينشئ موقع لنفسه او ينشئ حساب، فازاي بقى اشرح لنا بقى ازاي؟ هي الفكرة كلها ان تعليم البرمجة للاطفال لازم تكون على هيئة جيم. يعني طبعا هو في طرق كتيرة جدا ان احنا نعلم بيها البرمجة للاطفال، لكن ان انا اخلي الطفل بيتعامل مع الموضوع على انها لعبة. يعني انت قاعد بتلعب لعبة،
كأنك بتلعب بازل، كأنك بالظبط بتركب بازل، او كأنك مثلا معاك شوية مكعبات. هي البرمجة كده على فكرة، يعني البرمجة هي عبارة عن شوية اوامر بنكتبها تحت بعضها، كل امر فيهم بينفذ حاجة معينة، ما تفرقش عن المكعبات اي حاجة على فكرة. فاللي هو لو انا فهمتك دي لما تتحط مع دي بتعمل ايه، فانت الموضوع بقى بالنسبة لك بقى بسيط جدا. على فكرة البرمجة حتى مهمة للاطفال، لو الطفل نفسه مش ناوي يشتغل في مجال البرمجة، لان هي بتنمي مهارات حل المشاكل ومهارات العقل جدا، يعني بتخلي الطفل عنده قدرة عالية جدا على حل المشاكل، وده بيفيدنا كلنا في الحياة. يعني احنا حياتنا كلها تحديات، كل يوم يعني كل راجل فينا بيقابل تحديات كبيرة جدا في الحياة، فطبيعي جدا ان انت من صغرك لو اتربيت على انك بتقابل تحديات وبتحلها، فانت هتكبر يعني انت شخصيتك هتكون افضل. عشان كده احنا بنشجع تعليم البرمجة من اول الطفولة لحد ما انت تكبر. كل مرحلة كل ما انت بتتعلم البرمجة بتفرق معاك في حاجة في حياتك، يعني زي مثلا الطلبة مثلا في ثانوي او طلبة الجامعة ممكن يستفيدوا مثلا بالحاجات دي ان هم يكسبوا فلوس. انا النهاردة لو بعمل موقع مثلا وبعمله بشكل احترافي وبشكل كويس هقدر اكسب منه فلوس. دي هتدخلنا في نقطة تانية الحقيقة، لأن كنت جاي فيها. البرمجة مجال رائع جدا في السوق المصري، دي حقيقة. ازاي نعرف نستفيد منه إيجابيا وماديا؟ في السوق المصري، احنا السوق المصري عندنا نقطة مهمة جدا، ان احنا عندنا قانون بيتجهز له، يمكن خلاص هو قرب ينزل، هو اسمه قانون الشمول المالي. قانون الشمول المالي هي فكرة ان خلاص كلنا مش هنمشي في الشارع بفلوس، يعني كلنا هنبتدي نمشي في الشارع بالفيزا بتاعتنا او الماستر كارد، بنقدر ان احنا نعمل بيها كل المعاملات. فبالتالي الدولة توجهها الفترة اللي جاية ان هي تخلي كل التعاملات الكترونية، ودي حاجة احنا اتأخرنا فيها كتير، لكن احنا ده خلاص داخلين فيها الفترة دي. مرتبات يا باشمهندس والميزانية محتاجين قد ايه؟ يعني مرتب اللي لسه بادئ برمجة ما بقاش خبير او بروفيشنال او لسه في بدايته، هل نقدر نقول السالري كام؟ يبدأ من كام؟ احنا عارفين طبعا المرتبات بتوصل لارقام، بس نقدر نقول من كام؟ تبدأ من كام؟ يعني انت بتبتدي تتكلم في موضوع المرتبات من اول 4000 او 5000، ده مرتبات في شركات. طبعا في طريقة تانية للشغل، انت مش لازم تشتغل في شركة، انت ممكن تشتغل لوحدك، ممكن تشتغل من البيت لو بنت مثلا ومش عايزة تنزل مثلا، او واحدة متزوجة مثلا وعندها اولاد، ممكن وهي قاعدة في البيت تشتغل وتكسب بالمشروع. يعني التعامل يا اما انت بتشتغل في شركة بالشهر وبتاخد مرتبك بالشهر، يا اما انت بتشتغل بالمشروع وبتاخد في نهاية المشروع الفلوس بتاعتك كلها، وده بيكون في الغالب بيكون يعني الفلوس بتاعته احسن يعني. وزي يعني ما انت تنصح ان هو الاول يشتغل على نفسه ويتعلم، نقدر نقول في حدود قد ايه، فتره قد ايه، واتيفر بقى شهر شهرين، ولا في مده محدده عشان خاطر اقدر اقول ان ده بروفيشن في مجال البرمجه؟ مش والله شرط يكون خبير طبعا، بروفيسير مش شرط يكون خبير، بس المهم يكون هو فاهم والله هي طبعا مدة التعليم بيحددها الشخص اللي بيتعلم، يعني مثلا في واحد ممكن يتعلم في 3 شهور، في واحد ممكن يتعلم في 6، واحد ممكن يتعلم في 2 سنين، لكن احنا بنقول الوقت الافريج، الوقت الافريج عشان انت تتعلم برمجة وتقدر من خلالها تعمل حاجة بروفيشنال، حاجة منتج يتباع، فبنقول من 6 شهور لسنة. يعني جميل، ده شيء جميل. يوصل بعد 6 شهور لسنة، يوصل لمرحلة ايه؟ طبعا في ليفين 1 و 2 و 3، وانت كان قبل القهوة كمان كنا بنتكلم في اطار ان ممكن يوصل لمرحلة يبقى هو خبير او صحيح مدير، طبعا ده صحيح جاي لي لها في الحوار، ان صحيح ازاي يبقى مدير او اشتغل على نفسه. دي صحيح في فترة قد ايه ممكن نقدر نقول ان هو محتاج قد ايه الادوات؟ هو فكرة برضو تاني، برضو انت تبقى مدير بفكرة انت قد ايه بتشتغل على نفسك وقد ايه بتعمل مشاريع. يعني انا وصلت ان انا بقيت مدير في فتره قليله جدا، يعني ممكن مثلا 2 3 سنين كنت خلاص وصلت لمرحله الاداره والكلام ده كله، لان انا كنت بعمل مشاريع كتير قوي وما كنتش بكتفي بشركه واحده. يعني ما كنتش بكتفي ان انا شغال في مكان واحد، لا كنت بشتغل في مكان واثنين وثلاثه، وكنت بشتغل الصبح وكنت بشتغل بالليل. فعلى قد ما انت هتشتغل على نفسك وعلى قد لما انت هتتعب وهتبذل مجهود، على قد ما انت هتلاقي وهتترقى اسرع، وعلى قد ما انت هتكون ملم بالمجالات اللي حواليك، لان البرمجه مجالات كتير مش مجال واحد. فعلى قد ما انت هتكون ملم بمجالات مختلفة حتى على مستوى الفكر، مش لازم تبقى خبير في كل المجالات، لكن إلمامك بمجالات حواليك ده بيخليك انت قادر انك تترقى اسرع، لانك بتعرف تحل مشاكل اكتر، لانك بتعرف تحتك بحاجات احسن. فطبعا كلها بتتحسب حسب الشخص يعني، لكن لو جينا للحسابات المنطقية فانت عشان تبقى مدير مثلا عايز لك 4 سنين طب او قبل ما 5 سنين. نتكلم بقى في موضوع المدير، عايزين الخطوات الخطوات التي يجب اتباعها ممتاز قبل جدا، ما نخش في كمدير ويبقى بشكل بروفيشنال وياخد بوفصير. حلو قوي. الخطوات بقى نبدأ طيب كده واحدة واحدة مع المشاهد،
ونقدر احنا دلوقتي نعتبر بيشاهدنا العديد من الفئات، سواء صغير او شاب او فتاه او حد بروفيشنال خبير. ممتاز. ازاي نقدر ناخد الخطوات كبدايه؟ حلو قوي. هنتكلم دلوقتي كأن حد لا في كلية حاسبات ولا في أي حاجة، مبدئيا أي حد ممكن يخش في مجال البرمجة عادي، صغير كبير أي سن. فهنتكلم حد لسه مش عارف أي حاجة خالص، فهنقول إن هو هيبتدي الأول بشوية لغات بسيطة، هي لغة الـ HTML والـ CSS والجافا سكريبت. التلات لغات دول بيعملوا إيه؟ التلات لغات دول بنقدر نعمل بيهم موقع على الإنترنت. ودي لغات سهله جدا، يعني حتى بيدرسوها في ابتدائي، يعني اغلب الناس بيدرسوها في ابتدائي، لكن نقدر ان احنا نتعلمهم مثلا من كورسات او من قنوات على اليوتيوب او من مواقع مثلا مجانيه او مدفوعه. ده بيخلي ان كنت طفل او ان كنت كبير بيخليك تقدر تعمل موقع شكله حلو وجميل، ولو طورت نفسك فيه كمان ممكن تكسب فلوس. بعد كده بتبتدي تشوف بقى انت عايز تروح فين بقى بعد ما تتعلم HTML و CSS جافا سكريبت. لو حبيت الموضوع بتبتدي انك تتعلم لغه اسمها بايثون او لغه اسمها C++. دول افضل لغتين احنا بنرشحهم في البدايه كده للناس عشان يبتدوا بيهم حياتهم في مجال البرمجه. بعد كده بقى بتشوف والله انت عجبك مثلا مجال الويب فبتختار لغات معينه، عجبك الموبايل ابلكيشن فبتختار لغات معينه، عجبك مثلا مجال مثلا زي الداتا ساينس او بيج داتا والحاجات دي فبتختار لغات تانيه. فطبعا بتبقى خطوات. يعني انا عايز اتعلم الويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن قول لي كده في خطوات كده. يبقى احنا قلنا HTML CSS جافا سكريبت دي البدايه، بعدين هتتعلم لغه اسمها C++، بعدين هتتعلم حاجه اسمها داتا ستراكشر. الداتا ستراكشر دي حاجه بتقوي عندك مهارات التفكير وبتقوي عندك مهارات حل المشاكل. بعد كده بتبتدي ان انت تخش على لغه من الاتي، يا اما بتتعلم حاجه اسمها جافا، يا اما بتتعلم حاجه اسمها PHP، يا اما بتتعلم حاجه اسمها سي شارب، يا اما بتتعلم حاجه اسمها بايثون. دول اربع تراكات مختلفين. بشكل مبسط كده نقدر نقول كده، بشكل مبسط للمواطن البسيط او اللي بيتفرج علينا دلوقتي مش بروفيشنال في مجال البرمجه، شرح كده مبسط للغات دي، يعني الاربع بوينتس اللي احنا اتكلمنا فيهم دلوقتي. طيب الاربع لغات دول هم كلهم بيعملوا نفس الحاجه، يعني هم كلهم ما يختلفوش عن بعض كتير. انت في الاخر بتبص على اللغه كده وتشوف ايه المريح بالنسبه لك وبتشتغل عليه، انما هم كلهم بيعملوا نفس الحاجه، بيختلفوا اختلافات يعني في الاستخدام. دي كلها حاجات تكنيكال قوي، ممكن انت لما توصل للمرحله دي تبحث عنها فهتعرفها بسهوله، لكن كلهم بيأدوا الغرض وكلهم بيشتغلوا كويس جدا. يعني مثلا كل واحده فيهم بتبقى مميزه في حاجه معينه، فده ان شاء الله هتعرفه وقت ما انت تيجي تقرر في الحته دي، هتعرفها كويس جدا. هتتعلم بقى بعدها حاجة اسمها قواعد بيانات، بعد ما تتعلم اللغة هتتعلم قواعد البيانات، وقتها انت بتكون جاهز ان انت تقدر تعمل مشروع. تقدر تعمل مشروع مثلا زي ايه؟ حاجة مثلا زي سوق.com، حاجة مثلا زي اطلب، حاجة مثلا زي موقع اخباري مثلا، او حاجة زي فيسبوك. بدون ما نسمي اسماء طبعا، عشان تعرف طبعا ما نسميش اسماء تجارية، نقدر ننشئ مواقع عديدة تفيدنا سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الاسره طبعاً. او على مستوى البيزنس كمان. صحيح. يعني انا شايف ان البيزنس كمان في موضوع البرمجه، سواء هو هيحترف المجال او سواء ان هو هيشتغل بيه، انا شايف انه مجال مربح جدا. تمام كده. عايزين نوصل بقى لمرحله متقدمه من الاحتراف. انت قول لي كده في نقاط كده، مثلا 3 4 نقاط ازاي نوصل لمرحله يبقى بروفيشنال في البرمجه، في النقاط كده مع بعض. بص، انا عشان ابقى بروفيشنال في البرمجه فانا محتاج حاجتين. اول حاجه محتاج كورسات، تاني حاجه محتاج ان انا اطبق، والتطبيق هو اهم من الكورسات، لان انا ممكن اخد كورسات كتير جدا واركنها على الرف فانا ما عملتش بيها اي حاجه خالص، لكن ان انا لازم اطبق، لازم اعمل مشاريع، لازم اعمل مشاريع كتير، لان كل مشروع انت بتدخل فيه بيديلك خبره، وزي ما احنا عارفين كلنا الخبره حاجه والتعليم حاجه تانية. فالخبره اللي انت بتكتسبها من ان انت بتعمل مشاريع هي دي اللي بتخليك بروفيشنال، وهي دي اللي بتخليك تترقى. فالاصل في البرمجه هي التجربه، فالبرمجه محتاجه شخصيه، واحد عايز يجرب، واحد عايز ينفذ، واحد عايز يعني عنده الجراه انه يجرب ويغلط ويصحح، فهي بتبقى محتاجه كده يعني. فكل ما عملت مشاريع كل ما بقيت افضل. الكورسات سهله يعني، عادي جدا هتلاقي كورسات موجوده في كل مكان في الدنيا يعني. اللي عايز يوصلك يا باشمهندس ازاي يقدر يتواصل معاك في المجال، عايز يكتسب خبرات او كورسات البرمجه، إيه نقدر ازاي ان احنا نتواصل بشكل او باخر؟ كلام جميل. طبعا اول حاجه طبعا ممكن تتواصلوا بيها نطلع فاصل، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. طيب مفيش مشكله، مفيش مشكله.
أعزائي المشاهدين، ونرجع تاني الحقيقة ومعانا المهندس علي شاهين خبير البرمجة. وكنا بنتكلم الحقيقة قبل الفاصل إن إحنا إزاي مجال البرمجة مجال مربح جدا، إزاي الخطوات اللي أي حد فينا أو بيسمعنا أو بيشاهدنا إزاي إن هو يحترف مجال البرمجة بشكل أو بآخر، أو الخطوات بقى اللي إحنا هنتكلم فيها. نكمل يا باشمهندس اللي إحنا بدأناه بالنسبة للبرمجة والخطوات اللي إحنا ممتاز جدا. الخطوات زي ما إحنا قلنا هي بتبقى في مرحلة تأسيس كده زي ما اتفقنا، HTML CSS جافا سكريبت مع C++، دي مرحلة التأسيس. المرحلة اللي بعدها بيختار لغة البرمجة. ده الشخص العادي هيقدر ان هو يستوعب النقطة دي وانا نشرحها له بشكل لا، هو مبسط الموضوع بسيط خالص. السبيلنج يعني بالنسبة عشان خاطر نقدر نوضح اكتر بشكل او باخر ايه مبسط ان هو يحترف او يبقى بشكل او باخر يوصل للنقاط ديت. ممتاز جدا، ممتاز جدا. هي HTML دي اللغة اللي احنا بنبني بيها جميل هيكل الموقع. جميل. CSS دي اللغة اللي بنلون بيها الموقع، يعني مثلا في زرار مثلا لونه ازرق، عشان ادي اللون الازرق ده فانا بعمله باستخدام السي اس اس، ودي حاجات سهله جدا على فكره، لا ما تبعدش كتير على فكره عن الوورد والباوربوينت والحاجات دي، مش بعيده بالظبط يعني. بالظبط. الجافا سكريبت دي لغه من خلالها مثلا نقدر نتنقل من صفحه لصفحه، نقدر نخلي مثلا زرار يتحرك من مكانه، تطلع رساله، الحاجات اللي زي كده، يعني خاصه بالحركه والتحرك ما بين شاشه لشاشه في الموقع. السي بلس بلس دي لغه برمجه بقى بنبرمج بيها، باشمهندس هقطع كلامك، الافضل افضل لغه ايه؟ يعني انا طبعا متابع ليك جيدا، افضل لغه بالنسبه للبرمجه على اساس كل فتره بتتغير اللغه، وكل فتره طبعا ايه بتغير اللغه فبيجي الجديد والاحدث، يعني ممكن في خلال شهور او اقل من شهر او شهرين بيبقى فيه الاحدث وفيه الاجدد، احنا تنصح باي لغه فيهم بالنسبه للتعليم البرمجه؟ ممتاز جدا. هي طبعا سؤالك حلو جدا، لكن هي الفكره لغه البرمجه الاحسن في ايه؟ لان يعني زي ما اتفقنا البرمجه مليانه مجالات كتير جدا، فلو انت جيت مثلا قلت لي في مجال الذكاء الصناعي اللي هو من ضمن المجالات القويه جدا واللي جايه الفتره اللي جايه، هقول لك اتعلم بايثون مثلا. لو جيت قلت لي مثلا في مجال الويب هقول لك مثلا اختار مثلا يا سي شارب يا بي اتش بي. لو جيت مثلا قلت لي في مجال السكيورتي انا مثلا عايز ابقى ايثيكال هاكر مثلا، او عايز ابقى راجل متخصص في امن المعلومات، هقول لك برضه بايثون وجافا سكريبت. لا بلاش هاجر دي عشان محدش يستغلها خطأ يعني. خلينا في الامن والسلامه والامن المعلومات، كلنا محتاجين دوت سواء على اجهزتنا او كمبيوترز او على الموبايلات او كده، فمحتاجين ده، دي نقطه مهمه طبعا جدا. هو في امن المعلومات انت مهم جدا لغه البايثون ولغه الجافا سكريبت. لو جيت مثلا قلنا الموبايل ابلكيشن، هنقول مثلا عندنا لغه مثلا كوتلين، عندنا لغه سي شارب، عندنا فلاتر، عندنا حاجات كتير جديده جميله جدا طالعه. فهي احسن لغه برمجه دي بنحددها حسب يعني معطيات كتيره قوي، فاحنا عشان نسهلها على الناس بنقول ان كل مجال او كل تخصص تناسبه لغه برمجه بتشتغل فيه حلو قوي. يعني مثلا زي الذكاء الصناعي هو رهيب بصراحه، البايثون رهيب رهيبه جدا في الذكاء الصناعي. فدي ده طبعا ردا على سؤال حضرتك اللي هي احسن لغه، مفيش حاجه اسمها احسن لغه، كل لغه ليها مميزاتها وكل لغه ليها قوتها وكل لغه ليها ضعفها، والمقارنات ما بينهم يعني تضييع وقت شويه، احنا بس بنحاول بس نسهل على الناس يعني ونوصل لهم الفكره بشكل سريع. جميل. باشمهندس قول لنا كده سلبيات البرمجه بقى، يعني باخدك كده من يمين الشمال او يمين الشمال اليمين، السلبيات البرمجه. طيب هي طبعا مجال البرمجه مجال جميل جدا وانا بحبه وبقالي شغال فيه كتير قوي يعني، لكن مفيش مجال ملوش سلبيات يعني. طبعا هو من ضمن سلبيات مجال البرمجه حته ان انت طبعا انت بتقعد كتير على الجهاز، فانت عينك بتوجعك، ظهرك بيوجعك، انت بتبقى قاعد كتير قدام الجهاز برضو، فانت بتنعزل شويه عن الحياه الاجتماعيه. طبعا بتتعود قوي ان انت بتفكر بالمنطق، يعني انت يعني تفكيرك يا يا لا، يا صح يا غلط، ينفع او ما ينفعش. فايه ومين هنا ياخد بقى القرار دوت؟ الشخص نفسه ولا بيبقى في تيم وورك مع انا كشركه وفاتح عندي جروب او عندي المديرين وعندي الموظفين بتوع الشركه وعندي اقدر ازاي استفيد من خلال الجروب اللي موجود معايا سواء مديرين او سواء اللي هم الخبراء اللي موجودين عندي في الشركه كناحيه بيزنس، فازاي اقدر ان انا استفيد في دي؟ طيب هجيبها لك من ناحيتين. اول ناحيه بالنسبه للشخص، انا شايف ان الشخص نفسه هو الوحيد اللي مسؤول عن تحديد مجاله، يعني هو اكتر كمان من الاب والام والاسره وكل الكلام ده كله، لان مهما كانوا برضو يعني بابا ومامته فاهمينه، لكن هو برضو يعرف اكتر ايه الحاجه اللي هو هتناسبه. فاحنا بنحاول نعلم الناس يختاروا ده لوحدهم،
فبنحاول ان احنا في القناه طبعا عندي بحاول ان انا ابين مميزات كل مجال بحيث اخلي الناس تقدر تختار مجالها بمنتهى الحريه. اما بالنسبه ليا لو انا صاحب بزنس النهارده، لو انا صاحب شركه وعايز اقرر الناس اللي معايا دول يشتغلوا في البرمجه ولا لا، فانا ساعتها هقول لك لو لقيت واحد بيقبل التحدي وبيحاول ان هو يحل مشاكل وبيحاول ان هو يدخل في حاجه جديده ويتعلم، ده مناسب لمجال البرمجه على طول كده. لو لقيت في حد ما بيحبش يخش التحدي، خواف يعني، دايما قاعد في حاله كده وقاعد جنب الحيط، ده بعيده عن مجال البرمجه لانه هيتعب فيه. طب ليه ما اقدرش ان انا اطلعه من حته الخوف واقدر اخليه يستغل او اديله طاقه ايجابيه ان هو يخش المجال بشكل او باخر بشكل مبسط؟ يعني ممتاز. اقعد معاه بشكل انا عارف الطلبه عندك الحقيقه انت في يعني بشكل او اخر بقى في طلبه بروفيشنال من خلالك يعني الحمد لله رب العالمين. فقولي ازاي بقى الشخص المنطوي او اللي هو بعيد عن المجال ازاي احببه انا في المجال، ان البرمجه في الفتره الجايه دي هتبقى هي اللي موجوده في مجتمعاتنا سواء الغربيه او سواء جوه مصر، ممتاز فازاي جدا. احببه انا او ازاي اقول له ان هو ده القادم، هو ده المستقبل ممتاز جدا. بشكل مبسط برضو. طيب اول حاجه بس عايز اقولها للناس كلها، انت لو مش في كليه، لو حتى انت دبلوم صنايع مثلا ولا دبلوم تجاره، ايا كانت شهادتك او ايا كانت الباك جراوند بتاعتك وتعليمك، تقدر تشتغل في مجال البرمجه عادي جدا، وده موجود في الدنيا كلها، مش عندنا في مصر بس، ده موجود في العالم كله. فاي حد يقدر يدخل مجال البرمجه وانس بس ان هو عايز يدخل وعايز يتعلم، ده ما فيهوش اي مشكله تماما. جميل. فده الشخص اللي زي ده احنا بنشجعه ونقول له ادخل وما يهمكش وهتتعلم وهتوصل، ده اول حاجه. اللي احنا بقى بنشتغل عليه اكتر لو حد هو عايز يدخل لكن هو لما بيجي يدخل بيحس بصعوبة، فده بنبتدي نقول له شوف اكتر من مصدر للتعلم، ما تركزش على مصدر واحد، لان انت مثلا ممكن تركز على مصدر ما تفهمش منه قوي، لا في مصادر كتير جدا للتعلم دلوقتي. ولو في حد هو يعني احنا بقى عايزينه يدخل بس هو مثلا منطوي شوية او عنده مشاكل مثلا شخصيته، ده بقى بتختلف من مدير للتاني، يعني لو في مدير مثلا تدي له مثلا رمل يحوله لك ذهب، وفي مدير تدي له ذهب تمام يرميه لك في الزباله، فهو حسب الموجه وحسب الشخص اللي بيقدر ان هو يتعامل مع الشخص اللي قدامه نفسيا. دي قبل الحقيقه منك بتدينا النقطه، نرجع لنقطه ازاي لو مش قادرين نبرمج، يعني انت دلوقتي بنطرح في حلو حوارنا نقطه مهمه جدا، طب لو مش قادرين نبرمج بنعمل ايه الخطوات او نقدر ازاي نستوعب او المعالجه حلو ازاي قوي بشكل او باخر؟ حلو قوي. البرمجه ليها علاقه وثيقه جدا جدا بثقتك في نفسك وقدرتك على التنفيذ وقدرتك على ان انت تعمل الحاجه اللي في ايدك وتقبل التحدي. فانت عشان تظبط الحته دي انا هنصحك بان انت تبتدي تحقق نجاحات صغيره كتيره. بتبقى دايما مشكله ايه الناس اللي داخلين في البرمجه؟ انه عايز يحقق نجاح كبير في وقت قصير قوي او في لحظتها. هو عنده مشكله انا عايز احلها دلوقتي، او لو ما حلتهاش دلوقتي احس ان انا مش كويس. فلا، جزأ المشكله لمجموعه مشاكل صغيره وابتدي حل مشاكل صغيره كتيره وحقق نجاحات كتيره، وشجع نفسك على ان انت تكمل النجاحات الصغيره دي، فبالتالي النجاحات الصغيره دي الكتيره لما تتجمع على بعضها هتعمل لك نجاح كبير. فهي ده السر اللي بيخلي الناس تدخل مجال البرمجه بسهوله. شيء جميل جدا، افضل الوصول لمراحل البرمجه بقى، يعني بتتكلم الحقيقه كل الحوار ماشي في اطار ايجابي جدا ومعلومات قيمه جدا. الحمد ازاي لله. بقى نقدر نوصل للمراحل البرمجه؟ يعني انت عشان توصل للقمه، فهي زي ما بقول لك هي الموضوع محتاج تجربه كتيره، محتاج مشاريع كتيره، محتاج ان انت تبتدي توسع يعني علاقاتك، يبقى عندك علاقات كتير بناس موجودين في المجال. لان انا مثلا على سبيل المثال لحد النهارده انا بتعلم، مع ان انا يمكن خبره في المجال 12 سنه، لكن لحد النهارده لما بتعرف على ناس بشوف طريقتهم في الشغل وبشوف طريقه تفكيرهم، انا بتعلم حاجات جديده، كلنا يعني يوميا احنا بنتعلم. فاول حاجه لازم تكون انت تحط في دماغك ان مفيش حاجه اسمها التعلم هيقف، هتفضل تتعلم طول حياتك، ده مش بس في البرمجه، ده في كل المجالات، لكن اكزاكتلي في البرمجه انت محتاج تبقى بتتعلم اكتر يعني. فتوسع علاقاتك، تعمل مشاريع كتير، تتعلم حاجات كتير، تبتدي ان انت تشوف الاجانب بيعملوا شغلهم ازاي وتعمل شغلك زيهم، يعني تحضر مؤتمرات، تحضر مثلا ورش عمل، كل دي حاجات هتفيدك وتطورك قوي يعني. طيب نقدر نقول بقى النقابة وطلبات خريجين نظم معلومات بالنسبة ما فيش نقابة، في عجالة كده نقدر نتكلم
في النقابة. أنت طيب طبعا طبعا الحقيقة عندك المعلومات الموجودة بشكل ممتاز، أو بآخر بالنسبة للنقابة. طيب ممتاز جدا. طبعا احنا كخريجين حاسبات ومعلومات يعني احنا الحمد لله دلوقتي بقى عددنا كبير جدا، واحنا الحمد لله بقينا يعني عصب شديد جدا في الدولة دلوقتي. يعني حتى احنا كام حوالي كام كده الخريجين يا باشمهندس؟ هو كام؟ طبعا انا ما فيش رقم معين في دماغي، بس اعتقد والله اعلم على كليات مصر مثلا احنا ممكن على الاقل في السنة بنخرج مثلا ما يقلش عن 15,000 طالب مثلا. ده نظم ومعلومات وتجارة والشعب التجارية كلها. لو دخلنا بقى الحاجات الشعب التجارية والكلام ده كله اعتقد هنخش في 20 او اكتر من 20,000 سنويا تمام. بيتخرج طلاب، ده غير الناس اللي بيتعلموا اصلا البرمجة لوحدهم من غير شهادات ومن غير اي حاجة. مصر دلوقتي الحل او انت بتطلب بايه الحل يعني بالنسبه للطلبه الخريجين وفيهم ما شاء الله يعني فيهم خبراء كتير في احنا المجال؟ عايزين بس نوضح نقطة مهمة جدا، ان مصر دلوقتي بقت يعني ملتقى المستثمرين في مجال البرمجة. يعني اغلب الناس مثلا في السعودية او في الخليج بقوا يحبوا يستثمروا في مصر، لان مصر طبعا احنا الحمد لله احنا عقليتنا كويسة جدا، بالاضافة ان احنا بنتعامل مع الخليج بشكل حلو احسن من الهنود ومن الكلام ده كله. فاصبح السوفت وير بيدخل لمصر حاجة يعني فلوس من العملة الصعبة ومن الاجانب. أكيد فاحنا دلوقتي عايزين الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده يكون ليهم نقابة تدعمهم، بتقدم لهم خدمات وبتقدم لهم حاجات تخليهم يقدروا ان هم يبقوا سعداء اكتر من هم شغالين في مجال زي ده، جميل واحنا جميل كدولة اصلا نكسب اكتر. فدي حاجة هتفيد الدولة جدا، وفي نفس الوقت احنا عايزين نقابة لينا برضو، احنا عددنا كبير واحنا بنقدم في البلد حاجات كتير جدا مفيدة. ده طلب يا باشمهندس الحقيقه. اكيد الرساله هتوصل ان شاء الله للمسؤولين سواء عن التعليم العالي او النقابات في مصر. ان شاء الله للحديث بقيه اكيد. الحديث معاك ممتع جدا الله الحقيقه. يكرمك يا رب. انا عن نفسي استفدت، المواطنين استفادوا بشكل او باخر. لينا حديث ان شاء الله اكيد مره تانية. بنشكرك باشمهندس علي شاهين الحقيقه خبير البرمجه في مصر. عايز تقول حاجه طيب اخيره قبل ما ننهي؟ طبعا انا بشكرك وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، وطبعا لو انتم عايزين تكملوا كلام عن البرمجة وتتابعوا معلومات اكتر ممكن تتابعوا قناة اليوتيوب بتاعتي، انا القناة بتاعتي اسمها علي شاهين. هي كانت نازله على الشاشه طبعا في حلقتنا موجوده على الشاشه، اللي عايز ان شاء الله هيتابع. ان شاء الله باذن الله. الحديث ممتع الحقيقه، والبرمجه احنا ممكن نقعد نتكلم 4 ايام مش هنمل، ان هو يعتبر مستقبل اللي جاي. صحيح. تحياتي يا باشمهندس علي شاهين، نورتني الحقيقه الله في يخليك برنامجي. الله يكرمك يا اشكرك يا رب. باشمهندس، وان شاء الله لنا حديث اكيد مرات اخرى باذن الله. ان شاء الله باذن تحياتي الله. لحضرتك. اشكرك جدا ومتشكر جدا ليك. فاصل اعزائي المشاهدين ونلتقي.